عودة مشاهدينا لمتابعة فقراتنا وإلى جريدة اليوم. قبل ما نروح إلى الشق السياسي ونستعرض سوا عناوين الصحف وأبرز المقالات الصادرة صباح هذا اليوم مثل ما وعدتكم، دكتور جبران أرنعوني رح يكون معنا اليوم. صباح الخير يا صباح دكتور. النور. اليوم عنا موضوع كتير مهم رح نحكي فيه، هي العادات اللي بتضر بخلايا بتضر الدماغ. بخلايا الدماغ. صحيح. أول شيء ممكن نفكر فيه إنه التليفون والسكرينز وهيك، صح؟ صح، رح أوصلهم يلا بتمشي فيهم بالتسلسل. هلا في صور خلينا نبلش تساعدونا بالصور. نضل أكيد نتذكر شو عنا. أول شيء لازم نعرف إنه نمط الأكل اللي نحن بناكله اللي بيلعب دور أساسي بتأثيره على خلايا الدماغ. من أي ناحية؟ لما ما بيكون في عندي توازن بنوعية الأكل اللي عم باكله، تراكم الدهنيات الكوليسترول والتريجليسيريد، هودي آخر صور، تراكم الدهنيات والكوليسترول بقلب الجسم بيعبي بالشرايين. نعم إذا عم نحكي عن شرايين القلب، هالشي ممكن يؤدي إلى جلطات. إذا هيدي التراكم بالشرايين كان بالشرايين الدماغ، هذا الشيء بيمنع الدماغ أو خلايا الدماغ تمتص البروتينات يلي هي بحاجة لها. بقى هون لازم نعرف إنه الأكل يجب أن يكون متوازن. نعم بالمقابل في عادة سيئة، مش هيك اسمها، عادات بتضر بخلايا الدماغ، في كتير ناس بيعملوها ما بيتروقوا الصبح، صح، وأنا بعض الأحيان واحد منهم. عدم تناول الفطور الصبح بيلعب دور سيء جدا وسلبي جدا بعملية نشاط الدماغ، لأنه الدماغ على الصبح من بعد ما تشرب 3 كبايات مي والمعدة تكون مرتاحة وتنظف الترسبات اللي فيها، هي بحاجة إلى طاقة، وهيدي الطاقة بتاخدها من خلال الأكل يلي إذا احترق بيعطيها السكر وكل اللي هي بحاجة له مشان كمل نشاط النهار. ممتاز. فإذا لا التناول المفرط للأكل منيح، ولا عدم تناول الترويق الصبح شغلة منيحة. أوكي. حد منا أكل السكريات والحلويات بشكل كتير كبير، وخصوصا الحلويات المصنعة، يعني إذا عم بروح على الدوناتس وغيرها من يلي شبيبتنا كتير معودة عليها وكتير ناس بيحبون، هذا السكر مضر جدا بخلايا الدماغ ومضر جدا بكل التكوين، لأنه مش بس بيعمل سكري، بيعمل تلف بخلايا الدماغ وبيخفف النشاط تبعها. وما بدي فزع، بس لازم يعرفوا انه كثرة تناول الحلويات والسكريات المصنعة ممكن تعمل اورام، وبترحنا بعدين على تفكير تاني ونصير نفكر شو لازم نعمل ونصور اذا هالاورام خبيثة او غير خبيثة. فاذا لازم تعرفوا كثير مهمة هيدي الصورة، لانه هول الكانديز اللي كل الاولاد بيركضوا عليهم. عم جنك قلت كلمة مصنعة تحكي عن هودي المركبات يلي فيهم مواد حافظة، فيهم مواد مسرطنة، فيهم اللي بدك اياهم. بقى هودي الوانهم معمولة للبيع طبعا، فيغروا الاولاد، لانه الاولاد بس شوفك اشكال مع هيك الوان بصيروا يدفشوا الاهل انهم يشترون. هن عم بسمموا لهم جسمهم للولد، عم يمنعوا النمو بطريقه صحيحه، عم بيضربوا خلايا الدماغ. حد منا يعني هلا مش معقدين الاهل اللي ما بيقبلوا اولادهم؟ لا مش، انا كثير لانه بسمعها هيدي الجمله، انه ما انه انه مشونا، يعني انه شو بيصير اذا الولد اكل بعد شوي مره مش قلت لك الحال. اياها وهي قناعتي، انه الاجانب ما بيحبونا كثير ودول العالم الثالث، هيدا شطاره بالتجاره وبالبيع تيدفعوا الناس تشتري. وتخبرك سياسة من السياسات بتبعوها مثلا بالسوبر ماركت، كل شيء له علاقة بالولاد بيكون على الرف الواطي، صح، مش لأنه قلبهم عليه مشان يقدر يطال تيقدر يشوف الولد ويقنعوا أهله أنهم يشتروا له. طبعا هيدي السياسة، يعني هيدي كلها بنعرفها من ضمن اختصاص كيف بتصير الشغل مع العالم. تروح على موضوع تاني له علاقة بالضجيج. هون لازم نعرف أنه الأشخاص يلي بتحط موسيقى على دينيا هيدفون ليلك ليلك، يعني او بيروح على كثير على نايتات سهر بالاسبوع يومين وثلاثه واربعه وعم بيتعرضوا لضجيج، او بيسمعوا هني موسيقى بالبيت انه حاطين هيدا الهيدفون، ارتفاع نسبه الهرتز من الا او خلينا نقول الديسيبل تبع الصوت فوق ال 80 لما يوصل لل 100 و100 و120 و110 مضر جدا لخلايا الدماغ وبيعمل ارتجاج بخلايا الدماغ. مشان هيك لازم نعرف التعرض للموسيقى بشكل متواصل، ماني عم بحكي عن ليله وليلتين، عم بحكي عن نمط حياه، سهر بالبيت مندور موسيقى بصوت عالي، دائما هيدي مضره بخلايا الدماغ لانها ما بتعود تخلي خلايا الدماغ تعمل كوردينيسيون بيناتها مشان تعمل نشاطات اليوميه. حد منا بروح على السلولار، بنرجع على التدخين، بروح على السلولار، لازم تعرف في صورة عن السلولار بتمنى كتير شوفها، فيها يلا. ثلاث وجوه كتير مهمة لازم نعرف. إذا بتشوف الإشعاعات يلي على اليمين في صورة تانية وراها، ده بفوت ذبذبات كهرومغناطيسية على التليفون لما نحن بنستعمله أكثر من 5 دقائق. أوف. لما بفوت هالذبذبات هيدي بتحرق خلايا الدماغ وبتعمل مشاكل كمان بالتنسيق بين خلايا الدماغ وبنقل
الشرائط الكهربائية بقلب الدماغ. في صورة رح نشوفها كمان فيها ثلاث أعمار، شوف الولد اللي عمره 5 سنين هالأبيض اللي واصل لفوق مع الكحلة والأصفر، ده بيخرق لجوا هيدي، ده بتخرق لجوا هيدي الشحنات كهرومغناطيسية بتضرب خلايا دماغ عند الأولاد يلي نحن هلأ ما فينا نشلحهم التليفون من إيدهم. صح. عند الأكبر بتكون أخف، عند الأدولت بتكون أخف بكتير. هون لازم الفت النظر والناس تسمعني كثير منيح. هيدا هون دكتور، هون عم نحكي عن استعمال الكونتاكت مباشر على الدينة، على الدينة، على الدينة. يعني نحن بنفضل يعني نروح على الايرفون. ايه الاولاد اللي بنشوفهم مطرح ما بيكونوا مع اهلهم تيلهوهم بيعطون التليفون بيقعدوا بيحملوا التليفون هون، نعمل حلقه عنا له علاقه بالبلو لايت، لانه الاشعاع يلي بيطلع من الشاشه كمان له تاثير على العينين ومنه على عصب العين في الدماغ. أوكي. هيدا كمان له تاثير منه شيء منيح ابدا، خصوصا لما بتطفي الاضاءه بالليل قبل ما ينام، يعني هي ابشع لحظه الولد بيلقط فيها لمن قبل ما ينام بيحط الايباد او التليفون ببلش يقرا عليه. بنعمل له حلقه واحده تكمل هون وقول لهم شغلي للاهل. حتى نحن ولا مرة تحكوا على التليفون انتوا شاكينه بالتشريج، لأنه بتكون الطاقة الكهربائية الموصولة لألو عم بتروح على دماغكم. ولا مرة تحكوا على التليفون وقت بتكون البطارية تحت 20، لأنه بس تبلش البطارية تصير تحت 20 أو 15 ببعض التليفونات بتضوي أحمر، هيدا بيعني أنه بلش يتعرض أنه يطلب طاقة كهربائية من برا وياخد ارسال من برا وعم بيكب لكم اياه على دماغكم. ولا مره تحكوا على تليفون وقت تكونوا بمنطقه ما فيها نتورك، يعني محلات صرت شاطر فيها اوقف على زاويه الاوضه او اوقف على الشباك تلقط، انت عم بتجرب تلقط شحنات كهرومغناطيسيه بتكون بالطاقه الاعلى تبعي اللي بتضرب خلايا الدماغ. بقى هودي بالعادات السيئه اللي نحن بنعملهم. واخر وحده، ولا مره تناموا وتحطوا التليفون حد منكم عم بتشارجوه، لانه بضل عم يعطي ارسال والدماغ بيكون بهاللحظه ثابت ونايم برواق كل الليل، هذا بيأذي. وصارت في حادثة يمكن مرة من 4 سنين خبرتكم إياها هون، وقتها بنت، لا وقتها بنت انضرب 60% من خلايا دماغها، نقلوها على المستشفى، كانت مضية 5 ساعات من العشية للساعة 3 بعد نص الليل عم تحكي على التليفون مع رفقاتها. بقى صار فيها تلف وعندها إعاقة دائمة مدى الحياة البنت. هاي الخبرية من 10-15 سنة تقريبا. منروح على التدخين تنقول كما وأن التدخين بيعلي نسبة الLDL يلي هو الكوليسترول السيء وبينزل نسبة الHDL يلي هو الكوليسترول الحسن، له تأثير سلبي على خلايا الدماغ وبيعمل انكماش وضمور بخلايا الدماغ. فإذا التدخين من أضر ما ممكن نعمله بكل المواد الكيميائية اللي موجودة فيها. حد منا، وهذا لبنان كله هيك للأسف، تعيشي بمناطق صناعية أو تعيشي بمناطق الهواء فيها ملوث، وما أكثرها بلبنان، يعني أنت عايشة بمدن فيها سيارات انت ببيروت، او عايشي بمحلات فيها شركات عم تطلع دخان، طبيعي جدا يعني المنطق بيعرفها انه انت عندك جزئين بالجسم او عضوين بالجسم يلي هن الخزان الرواية يلي هو بحاجة انه يعبي هواء نظيف، وهالخزان اللي من القلب عم يشتغل عم يطلع اكسجين على كل خلايا الجسم منه خلايا دماغ، خلايا دماغ بده هواء نظيف، يعني كأنك عم بتحبي بنزين مزغول بسيارة بده يقطش موتورة. لما بتجي بتتنشئ هواء من الاساس ملوث، شو بتتوقع انه انتاجية الدماغ تكون عم يفوت عليها مواد كيميائية من وراء التنفس. بقى العيش بهيدي المناطق واللي بيخلق اولاد بهيدي المناطق يعرفوا اهلهم انه صار في عندهم مشاكل بيرتورباسيون بالتصرفات الانفعالات مع العمر بعد عمر 10 سنين بمناطق كلها مناطق صناعية وفيها دخان، هذا سبب وناتج بعض الأسباب هو تنشؤ مواد السامة خلال كل هالفترة. خلينا نشوف صور تانية كمان بعد رح نروح على عادة سيئة تانية بيعملوها كتير عالم ومنهم ابني، بيناموا مغطيين راسهم بالمخدة. مرة حكينا عنها 100%. لما بتنامي مغطيين راسك بالمخدة شو عم تعملي انت؟ عم ترفع نسبة تركيز CO2 وعم بتنزلي نسبة تركيز الأكسجين، وهذا الشيء رح يؤدي انه الدماغ خلال الليل اللي هو الفترة اللي لازم يرتاح فيها ما رح يتنفس ويفوت له أكسجين ترجع يتنشط. رح يقوم الشخص الصبح تعبان نعسان ما في يحكي مع العالم لأنه كمية الأكسجين اللي لازم يشرجها بالليل ما وصلها. حد منا موضوع تاني نحكي عن الأرق لأسباب عديدة، في ناس صبايا شباب كبار بالعمر بوضعنا ما بيعرفوا طعم النوم بالليل، ومثل في نحن بنعرفه بلبنان بيقول نام بكير وقوم بكير وشوف الصحة كيف بتصير. بقى هاي بزيد عليا أنا مزبوطة تقول إنه في ناس بتكتر سهراتها بالليل لوجه الصبح للساعة 3 بشكل يومي، عم برجع أقول نمط حياة مش طبعاً. ليلة وليلتين، هؤلاء الناس اللي بيسهروا بهيدي الطريقة للساعة 3 عن يحرموا دماغهم من الطاقة اللي هو بحاجة لها. يعني خليني هيك أعطيها تشبيه مهضوم الناس تفهمه، كأنك عم بتشارجي بطارية، لما بيكون معك تشارجيها 6 ساعات بيكون احسن انك تكون معك ساعتين تشارجيها، بتكون معبيه اكثر بتهديكي اكثر. بقى لما انت
بتنام الساعة 11 هو يمكن الوقت الأمثل أو 10 أو 11 تيبلش خلايا دماغ تشرج ما هي بحاجة له. لما أنت بتقفي بتصير على الوحدة أو اثنين عم بتنامي أنت قفيت تشريجتين، روحت عليك ساعتين تشريج، رح تقوم الصبح منهكة الأعصاب طبعا. مش هيك بنقول منهك الأعصاب، لأنه خلايا دماغ ما شرجت، ما بقى تقدر تعمل كنترول على الجسم وتكمل النهار بنشاط. هالتكرار بهيدا النمط رح يؤدي إلى تلف بالخلايا، رح يؤدي إلى مشاكل جسدية تانية لها علاقة بالمعدة والمصارين والقلب والى اخره، كله من وراء الارق يلي هو انا او السهر المقصود. بقى هيدي من المواضيع اللي حكينا عنها. موضوع ثاني هو التعصيب، لانه التعصيب بلبنان ما حدا منا بيعصب. التعصيب هو كنايه عن بلوك، حاجز عم تحطيه قدام الخلايا مشان اي فعل تكون رده الفعل عليه منا كثير دقيقه او منا مدروسه. هالشيء كمان بيخلي يصير في تشابك بالاوردر اللي بيجي من الدماغ، وساعتها بيعمل تلف وبيضرب خلايا الدماغ، لانه كانك عم تحطي بوزيتيف على نيجاتيف، عم بتكهربي بدل ما تكون عم توصلي طاقه. بقى هيدي الطاقه بدل ما تطلع من الجسم بطريقه صحيحه بتعمل لنا مشاكل. اثنين، شرب المي. ما بدي فوت بشرب المي لانه موضوع كثير كبير، رح ركز بس على هيدي النقطه. شرب المي مثل كانه عندك بلانت عم تسقيها، كل ما زدتي لها مي كل ما الخلايا تبع هيدي البلانت رح تتفتح، رح تكبر، رح تنمى. كل ما بتشربي مي انت عم تربي او عم تعطي خلايا دماغ الطاقه والليونه، مثل ما بتاثر ايجابيا على الجلد، على الوجه، على الدم، بتنقي إلى تأثير إيجابي على خلايا دماغ. كل ما سقطيها مي كل ما هيدي الخلايا تفتحت وتنشطت، مع نوم، مع رياحة، مع أكل غذائي مدروس، بيخليك تساعدك خلال النهار أنك تعيشي حياة طبيعية جدا. فإذا التعصيب وشرب المي هودي كمان مرتبطين ببعضهم. هلأ تنكون كمان واقعيين أنه في ناس من يلي من عندهم هودي العادات السيئة. كيف بيشرجوا دكتور؟ كيف منعود هذا الشيء؟ إذا وصلنا على شيء اسمه تلف، مرة قلتها من زمان، في عندي جزئين او عضوين بالجسم بنسميهم الخلايا النبيه، هن القلب وخلايا الدماغ. الخلايا النبيله او سلول نوبل هن الخلايا اللي اذا ماتوا ما بيطلع محلهم، يعني اي تلف صار بخلايا الدماغ ولا ممكن يتعوض بشيء ثاني. انما اذا صار في تعب امبلى، اللي بيجي تعبان جسديا عم بحكي خلال النهار من نشاط معين او من شغله، يروح على الرياضه. بالعكس تمام، ما يفكر ان انا تعبان ما فيني اعمل رياضه، يروح على رياضه. ليه؟ لانك لما بتروحي على رياضه عم تخلي دماغ خلال الحركات الرياضيه يعطي امر للعضلات الاجرين والايدين والصدر تترجع تتحرك وتعمل كونتراكسيون. هالشيء رح يخليها تعبي اكسجين زياده مشان يفوت عليها وتتمدد وتقوى، هي بدوره بترد له جميل للدماغ، بترجع بدفء الدم الاكسجين للدماغ اللي بتخليه يتنشط. فاذا التعب الجسدي حد منه في رياضه. لما بنروح نحن على بعض المأكولات هلا بتساعدني اني اتنشط زياده، ورح اقولها شو هي. هون في شغله ما قلتها، التدخين من احدى مضاره انه في قربه بينه وبين الالزهايمر. يعني اللي بيدخنوا كثير هن اشخاص يعمل الزهايمر بكير. بقى لما بنروح على المأكولات، في مأكولات كثير معروفه هلا غاليه، ايه بهالوضع هودي كيف نحكيهم من 4 سنين احسن ما نحكيهم هلا. بنروح مثلا على السمك، خصوصا السردين. السردين غني بالاوميجا 3، وبعرف كل الناس اللبنانيه بيعرفوها هيدي، بصيروا يوصوا على امريكا اوميجا 3 تاخذوها الصبح حبه، لانه هيدي منيحه لخلايا الدماغ يلي هو صح. فاذا الاوميجا 3 الموجود بالسردين كثير منيح، لانه بنشط خلايا الدماغ وبقويها. حد منا فينا نروح على بزر اللقطين. البزر هذا او بزر اللقطين اللي بيقولوا له كمان غني بالأوميجا 3، غني بالزنك وبقوي جهاز المناعة. ولازم نعرف أنه البزر هذا لما نحن عم ناخده مش بس بقوي لنا المناعة وبيساعدنا أن ننشط الدماغ، هذا كمان بيبعد عنا مرض الألزهايمر، بيساعدنا لأنه كتير مهم. منروح على الأفوكا، هذا بزر شو قلنا؟ بزر اللقطين. بزر اللقطين أوكي. بقى إذا بدي كمان هذا قالوا شيء كتير مهم لازم يعرفوه، بقوي الذاكرة القريبة. يعني التلاميذ اللي عم يدرسوا بالليل ورايحين على الجامعة أو عندهم مدارس وعندهم فحوصات، هذا البزر بالغذاء اللي هو فيه بيعطي دماغ النشاط، بيخلي الذاكرة القريبة تضل ثابتة وقوية وعم تستوعب الأشياء اللي هي عم تخدها. طيب وأنواع البزر الثانية اللي هي كتير دارجة هلأ بزر التسلية هذيك؟ لا، بزر الكتان اللي يستعملوا بالكيتو دايت. كل البزور بشكل عام إلى فيها ألياف وبتساعد على ليونة المصارين ونشاط الخلايا. إنما هذا أكتر. الأفوكا بيلعب دور كتير أساسي في المواد اللي هي بتأمن سيلان الدم، وسيلان الدم كتير مهم لأنه بيخلي الدم يبرم بطريقة صحيحة ومنهم يوصل على خلايا الدماغ. وعنده كتير كمان نشاط وعنده كتير تأثير على
الألزهايمر، يعني متبعد الألزهايمر قد ما الإنسان بيكون عم يتغذى. هودي بشكل عام بعتقد ما نسينا شيء، بعض المعلومات المهمة اللي لازم تعرفها بما يتعلق بالعادات السيئة اللي ممكن تضر خلايا دماغنا. أكيد. أنا بدي أشكرك كثير دكتور جبران أرناعوني على حضورك معنا اليوم، على هذه النصائح اللي دائما مفيدة، وعلى هذه الفقرة اللي الناس تنطرها بشكل أسبوعي. ضويت على عدة أمور، بس عم شوف إذا في حدا عم يبعث لي شيء سؤال لك، لأنه في حدا عم يبعث لي شيء بعتقد خاصه بهيدي الفقرة. ايه توقعت هذا الشيء. البذور اللي عم نحكي عنها افضل تكون نية مش محمصة أكيد نية. او مشغول فيها يعني. نية يعني مثل ما بنحكي عن الجوز واللوز وهودا، الني بيكون احسن ما انه يكون دخله ملح او غيره. نعم. انا بدي اشكرك كثير دكتور أرناعوني. نرجع نلتقى الاسبوع الجاي اذا الله راد. خليك معنا لثواني قليله، تنروح سوا لنستعرض عناوين الصحف الصادره صباح هذا اليوم.